الحقيقة تبان. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في النور ليوم الخميس 8 نوفمبر 2018. النهاردة بنكمل أصداء منتدى الشباب العالمي واللي أقيم في شرم الشيخ من 3 ل 6 نوفمبر. هيكون معانا فقرة حوار حوالين هذا الموضوع لأن احنا عندنا فقرات جيدة جدا خاصة بالسياحة الحقيقة ونتائج طيبة جدا. وزارة السياحة دلوقتي في بورصة برلين للسياحة وعندنا إن شاء الله نتائج أكثر حسنا لأن احنا الحمد لله السياحة تحسنت كتير. فهيكون عندنا خبيرة التسويق السياحي دكتور إيمان الليسي هيكون معانا في فقرة خاصة برصد نجاحات منتدى شرم الشيخ لشباب العالم على السياحة. والحقيقة قبل ما أسيب الموضوع ده عايز أقول لحضراتكم أنه أنا شفت لقطة الحقيقة أسعدتني جدا جدا، مش عايز أقول أذهلتني لكن أسعدتني، وأنا عايز بس حضراتكم تكونوا ماشيين معانا بوتيرة الدولة، يعني ما لا تحلموا بزيادة كتير قوي وتقولوا ليه ما يحصلش كذا في كامل الديمقراطية وكامل المساواة، لأنه الشعب نفسه جزء كبير منه مش مؤهل لده. يعني لما تحدثوا عن الديمقراطية بعد ثورة 2011 لو كان ده حصل، أنا كان متوجه لي سؤال بخصوص بنى الكنائس وبخصوص مفوضية منع التمييز وبخصوص الحاجات الكتير اللي تخص المسيحيين، فبعدين قلت يا جماعة لو الحاجات دي اتعملت دلوقتي هل الشعب موافق عليها؟ هل الشعب هيرحب بده؟ دي مسألة لابد أن تؤخذ في الحسبان. بصرف النظر أنا ما بقولش إن إحنا ما نعملش ونفرض القانون والكل يجب أن يلتزم في ثقافة شعب أو عدم ثقافة شعب، فلابد إن أنت تأخذها في الاعتبار. هتعملها إمتى وهتعملها إزاي ومين القائمين عليها ومين اللي هيحط قانونها وقانونها هيبقى شكله إيه. فأنا لاحظت منتدى شباب العالم في فقرة كده وأنا بقلب مرة كنت في مكان يعني من يومين لقيت أنه في مجموعة شباب جايين من كندا ومعاهم الكاهن اللي مسؤول عنهم، كاهن شاب لطيف جدا وجايب المجموعة دي وسعداء جدا أن تم الموافقة عليهم وقبول طلبهم لحضور منتدى شباب العالم. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه ببساطة إذا كنتوا أنتوا بتقتلوا المسيحيين على الهوية فالمسيحيين مشاركين بقوة في مستقبل هذا الوطن. فاكرين لما قلت لحضراتكم أنه هذا الرجل عبد الفتاح السيسي يخطط لسلام العالم وسياسة العالم من مدينة شرم الشيخ، مش بالضرورة أبدا أن أنت عشان تحط مبادئ وتحط أفكار. كان في جلسة عن دور القادة في العالم في السلام في إرساء السلام، كان في جلسة عن السلام العالمي، كان في جلسة عن أفريقيا 2063. كل الموضوعات دي بتخطط مع، والجميل بقى أنه ربما لأول مرة نشوف أن حكومتنا مش بتعمل جلسة وخاصة تقول يلا نعمل قعدة. ما الفرق بين الجلسة الرسمية اللي الحكومة مشاركة فيها وبين القعدة إيه؟ القعدة الحبي دي الحكومة مقدمة استراتيجية، مقدمة أبحاث، مقدمة أفكار، مقدمة تصورات، بتتناقش مع شباب العالم وبتتناقش مع رئيس الدولة وبتتناقش مع الوزير وبتتناقش مع رئيس الوزراء. فأنت عندك تصور لما يجب أن يحدث في العالم من سياسة ومن اقتصاد ومن سلام ومن تنمية للأعوام القادمة. طبعا يعني فرحت جدا مقدرش أنكر لما شفت مجموعة شباب مستنير جايين من بلد بعيدة قوي زي كندا ومعاهم قسيس. فرحت جدا ان مصر اخيرا مش بتفرق ما بين اولادها. نتمنى انه بقية الدوائر اللي تحت يوصل لها هذا الفكر الراقي. يعني بلغني مثلا النهاردة قابلتني واحدة وانا طالع الحلقة بتقول لي انه ابنها في مدرسة حكومة في الخصوص. احنا كنا بنتكلم على
كانت الزميلة نانسي مجدي يوم الاثنين بتكلم حضراتكم عن المدرس اللي قال الولاد المسيحيين انتوا رايحين النار. النهارده بتقول لي ان المدرس ضرب ابنها بالقلم على وشه مرتين عشان ما مش بياخد مجموعه. وراحت زعقت له فقال لها يا اما معاكي فلوس فياخد مجموعه يا اما هي دي المعامله. يا اما تسيبوا المدرسه. تخيلوا انه هذا المدرس اللي انا ما اعرفش اسمه ولا اعرف هو دينه ايه علشان ما تفتكروش ان انا بقول ان هو مش مسيحي. شايف ان هي تمشي هي وابنها. كأن المدرسة دي مدرسته هو. وكأن ابنها ده مش انسان مواطن شريف اهله بيدفعوا ضرائب وحقه ان هو يتعلم ويتعامل بمنتهى الاحترام. طيب خد عندك حاجة تانية بس ما جبتش المنشور بتاعها معايا، ممكن يوم الحد اعرض لكم المنشور. إدارة الزيتون التعليمية صدر لها منشور الموظفين بأن الأقباط الأرثوذكس هتلغى بالنسبة لهم سماحية التأخير يوم الحد لحضور القداس، بينما تظل قائمة للأقباط الكاثوليك والأقباط البروتستانت. ولما عرض هذا الأمر على أحد أعضاء مجلس النواب قال إنها أول مرة تفرق فيها الدولة رسمياً بين الأقباط الأرثوذكس والأقباط الكاثوليك والأقباط البروتستانت. إذا صح هذا المنشور هنشوف وهنتأكد وهنعرضه على حضراتكم. في ناس بتجمع وناس بتخرب، وفي ناس للأسف أنا حزين على الأصوات المتعالية من داخل مصر ومن داخل الكنيسة بتفشل في نجاح هذا البلد لأي سبب مهما كان السبب. أستاذ أيمن من الأليوبية، ألو؟ ألو، مساء الخير سيدي. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. تفضل يا فندم. أنا كان عندي ابني عندي دلوقتي 8 شهور. أيوة. كان عنده مشكلة لما توعد عيب خلق في الكبد، انسداد كروات ملارية. وإيه؟ وده وصل لأنه بقى فيه تلوث كبير في الكبد، محتاج يعمل عملية زراعة كبد. كويس. إحنا بدأنا بالفعل تحضير العملية من إمبارح. بس تكلفة العملية دي كبيرة جدا، فاحنا لسه بنجمع في الفلوس بتاعته. تكلفة العملية حوالي 400,000 جنيه تقريبا. كام؟ 400,000 جنيه. يا ربنا يعينك. ايوه. تعيش يا ربي يخليك. فاحنا بدأنا دلوقتي بمرحلة تحضير للعملية بالفعل، لأن هو لازم العملية تتعمل بسرعة جدا، لأن يعني في مشاكل أكثر هتحصل لو ما اتعملتش. فترة التحضير بتبقى حوالي شهر ونص تقريبا. بعد شهر ونص من دلوقتي محتاجين الولاد يكون عمل عملية. انا مع حضرتك، انا بسمعك. بس يا فندم هو ده دي كل المشكله، ان هو انا محتاج اعمل عمليه بسرعه، ومحتاجين نجمع فلوس بتاعته بس مش اكتر. طيب انا اوعدك من ناحيتي ان احنا زملائنا في الكنترول هياخدوا تليفون حضرتك ويوصلوه لبرنامج اين انت اللي هو بيساهم في الحالات اللي زي دي، وان شاء الله باذن ربنا ابن حضرتك يقوم بالسلامه ويبقى كويس وتكلمنا اطمنا عليه ان شاء الله. اشكرك يا استاذ ايمن، ربنا معك. خلينا نبتدي اخبارنا، حيث زارت الوزيره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي قداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه لتقدم واجب العزاء في شهداء مصر ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع بالقرب من دير الأنبا صمويل بجبل القلمون بالمنيا. وأكدت الوزيرة لقداسة البابا تقديم الوزارة كل الدعم لأهالي الشهداء والمصابين من الحادث الأليم، وأشارت إلى أن الشعب المصري كتلة واحدة ولن ينال الإرهاب الأسود من وحدة واصطفاف الشعب، وأن الشعب المصري العظيم ولن يزيد إلا إصرارا على مواجهة محاصرة الإرهاب. وكانت والي قد قطعت زيارتها زي ما قلت لحضراتكم في حلقة سابقة، أن الدكتور غادة والي والدكتور هالة زايد وزير الصحة قطعوا وجودهم في منتدى شباب العالم وتوجهوا مباشرة لمنطقة الحادث للإطمئنان على جاهزية المستشفيات وزيارة المصابين وتقديم العزاء لأهالي الضحايا. وقررت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي صرف تعويضات 100,000 جنيه
لأسرة كل شهيد ومعاملتهم معاملة الشهداء، وصرف معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر المتوفين، كذلك المصابين بعجز كلي اللي بيقرره الكوميسيون الطبي يتصرف 50,000 جنيه. ووجهت للعاملين مديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا بسرعة إنهاء الأبحاث الاجتماعية الخاصة بأسر المتوفين والمصابين لإنهاء إجراءات صرف التعويضات. أرجوك يا دكتورة غادة للمرة 20 بناشد حضرتك إنك تراجعي بنفسك الباحثين الاجتماعيين اللي بينزلوا يجيبوا لحضرتك نتائج الأبحاث. هناك عدد كبير جدا من الناس بنشوفهم كل يوم في الشارع بيتقال لهم انتوا مالكوش معاشات تكافل وكرامة، وبنرجع بعد كده بعد فترة طويلة من الأحداث نلاقي ناس وقع منكم حسابها في الإصابات وفي الاستشهاد، سواء كانوا في ليبيا أو كانوا في أنبا صمويل 1 أو أنبا صمويل 2 أو غيره. فمن فضلك بناشد حضرتك تاني أنك تتأكدي من دقة. أنا مش هكلمك عن الناس اللي عندها بيوت وعندها أراضي وبتاخد معاشات تكافل وكرامة، لأنه أقولك الآية اللي في الكتاب الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. كل واحد بياخد حاجة مش من حقه ربنا هيحاسبه، لكن بكلمك على الناس المحتاجة اللي ما حلتهاش حاجة وبيتم تعطيل أوراقها أو التصريح أمامها بإنه أنتوا مش هتاخدوا معاش تكافل وكرامة وهم يستحقون. وبشكرك على زيارتك لقداسة البابا وعلى المجهود اللي انت بتعمليه في خطط التأمين الاجتماعي. النهاردة سافر لأورشليم وفد رسمي كنسي بتكليف من قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني للقاء نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس موتران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى لبحث آخر تطورات الوضع في مشكلة دير السلطان. القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح لي اليوم النهاردة الخميس بيقول إن الوفد يتكون من نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا بي من أسقف نقادة وأوس منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية والإثيوبية، الأنبا غابريال أسقف بني سويف، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة أسقفية الخدمات، المهندس كامل ميشيل منسق عام الكنيسة لقضية دير السلطة. نتمنى أن احنا نعرف أخبار كويسة عن هذه المشكلة قريبا. احنا عندنا خبر عن معرض اسمه إيجيبت جيت إكسبو، ده فعالياته انطلقت بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، وهقول لحضراتكم تفاصيل لما يجهز معايا التقرير عشان نشوفه مع حضراتكم. أيضا وزير التعليم العالي افتتح النهاردة فعاليات معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح المعرض اللي بتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس مباشرة. خلال الفعاليات استعرض المخترعون والمبتكرون يعني مراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد البحثية وطلاب الجامعات والتعليم ما قبل الجامعي وجمعيات رعاية المبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة. استعرض كل هؤلاء ابتكاراتهم لزوار المعرض. تعالوا نشوف تقرير القناة ونرجع مع حضرتكم. في النور الحقيقة تبان. افتتح صباح الخميس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته الخامسة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبمشاركة المئات من شباب المبتكرين والباحثين وأصحاب براءات الاختراع. المعرض بيحتضن كل كافة من يجد في نفسه الابتكار أو عنده فكرة يقدر أنه يقدمها. 600 عارض من أكثر من 2,000-3,000 متقدم علشان يحصل على هذا المكان النهاردة. شركاء في التنمية وشركاء في الرعاية، بنك التنمية الإفريقي أستاذة جيهان، بنك المركزي، بنك مصر، بنك الأهلي. إذن
في شركاء كتير من المجتمع المدني ومصر الخير وغيره، كل دول جهات راعية. هذا الملتقى بما يشهده من وجود مجموعة كبيرة من السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، هو تجسيد للأهمية التي توليها الدولة والحكومة المصرية لتشجيع الابتكار والبحث العلمي، لأن ده أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030. فاستراتيجية مصر 2030 تضمنت في المحور الاقتصادي محوراً رئيسياً لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتمثلت الرؤية المستقبلية في أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا. السيد الرئيس اتكلم عن على الأقل التوجه أن يبقى في مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، حتى كلمة يبتكر كانت محطوطة يعني بتعمد في التعريف ده، التصور ده. التصور ده موجود من مدة ونبني عليه كلنا. طبعا شيء جميل جدا ان احنا نشوف العارضين تحت بالكمية دي وبالاعمار دي وبالمنتجات دي، فده شيء مطمئن جدا. انما المستقبل اللي بنحلم به برضو اكثر يعني طمعا من كده. هدف التطوير كله الحقيقة اللي بيتم في على الأقل عندنا في الوزارة بالتكامل مع وزارة التعليم العالي، هدفه النهائي إن احنا نوصل نبقى دولة اقتصادها مبني على الابتكار أو على الانوفيشن. يضم المعرض هذا العام الجهات الداعمة للابتكار والتي تتيح الفرصة للمبدعين لتطوير أفكارهم وتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي لهم، ليكونوا قادرين على الابتكار والإبداع وتحويل أفكارهم من مجرد فكرة على الورق إلى منتج حقيقي يمكن الاستفادة منه. احنا تيم اسمه كروكو مارين، اختصار لكروكودايل مارين، مختصين بشغل الارو في اللي هو ريموت اوبريتد فيكل، اللي هي غواصات الآلية بتنزل تعمل مهمات معينة تحت المية، بدل ما ان احنا ننزل الغطاسين او ان احنا نعرضهم مثلا لخطورة او حاجة، لا ده انا بنزل دلوقتي ان انا بنزل غواصة بتنزل تعمل لي مهمات معينة تحت المية على اعماق كبيرة. انا مشروعي اسمه قوة الطحالب، مشروعي بيتعامل على انتاج نوع جديد من الوقود الحيوي. الطحالب الموجودة الانتاج الوقود منها موجود، بس مشكلة الطحالب ان هي الانتاج بتاعها ضعيف، فبالتالي ما بيضهيش الوقود الاحفوري، فبالتالي بقدر من انا اعلي نسبه الوقود الاحفوري بتاعتي، نسبه الوقود الحيوي بتاعي عن طريق معالجه بدل المعالجات الجينيه، وبالتالي بقدر ان انا انتج كميه اعلى منها، فبالتالي بقدر ان انا اخلي سعر الوقود الحيوي ده 2.70 جنيه، في حين ان سعر الوقود الاحفوري الحيوي في حين ان سعر الوقود الاحفوري 6.25 جنيه. الحقيقه احنا مشاركين في المعرض بتو بروجكتس، اول واحد اسمه مطروح اي ماب، وده عبارة عن خريطة سياحية تفاعلية للإقليم، ماسك من أول منطقة السلوم في الغرب حتى الحمام في الشرق، ويمتد جنوبا إلى واحد سيوة وبحر الرمال العظيم. الفكرة الثانية سمارت سيفونيرز، هي فكرة بتجمع بين النيو تكنولوجي، واستخدمنا في النيو تكنولوجي تكنولوجي اسمها كيو آر تكنولوجي، وربطناها بالسيفونير. السوفينيرز معروفة أنها بيشتريها التورست من المكان اللي بيزوره، عشان بتديله ميموري بالمكان، المكان اللي هو زاره أو بتفكره بيه. فإحنا حطينا على السوفينير دي كود، بحيث أنه هو لما يعمله سكان بالموبايل هيخلي القطعة دي تتكلم، فعشان كده بنقول عليها أنها سمارت. هتقوله تحكي قصتها، تحكي قصة المكان اللي هي جاية منه، بالإضافة للينك الفيديوز اللي عملها وزارة السياحة، فاحنا كده بنبروموت الفيديوز دي وبنعلي الريتش بتاعها. ودعا القائمون على المعرض الشباب المشارك لطرق جميع الأبواب، خاصة مع وجود فرص مطروحة أمامهم في معرض مثل هذا من جهات مختلفة، مثل أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي وغيرها، أو جهات غير حكومية مثل المستثمرين ورجال الأعمال والذين يبحثون دائما عن أفكار مبدعة للاستثمار فيها.
معرض القاهرة الدولي للابتكار هو أكبر حدث بتنظمه أكاديمية البحث العلمي كل سنة، السنة دي بتعمل في أرض المعارض في مدينة نصر. الهدف من معرض زي كده هو توفير مساحة للشباب والمجموعات العمل للتعليم والمشاركة والإبداع والابتكار. كمان المعرض بيقدم عدد كبير من أنواع الدعم زي الدعم اللوجستي والدعم المادي والدعم الفني لعدد كبير من المشروعات، والأهم أنه مساحة مبدعة جدا ومميزة جدا يتقابل فيها المبتكرين مع بعضهم وكمان مع المستثمرين. من أرض المعارض بمدينة نصر، فريد إدوار، سي تي في. في النور الحقيقة البان. احنا من بداية هذا البرنامج واحنا عندنا اهتمام كبير بالشباب بالذات المخترع، استضافنا عدد كبير جدا، وعندنا دلوقتي برنامج اسمه شباب حكاية بيستضيف كل أسبوع المبتكرين في كل المجالات، واحنا كنا دايما بندور على مسار آمن لهذه الابتكارات وهذه الاختراعات تستطيع من خلاله أن تطل على حضراتكم بدون أن تسرق أو يسطو عليها آخرين أو أنها تقدم في الخارج للاستفادة بها، طالما يوجد فرصة لتقدمها داخل مصر. ربما هي دي أهمية المعرض، نتمنى أنه يكون موجود مع الوزراء ومع مسؤولين الدولة في معرض مهم زي ده بتعمله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه يكون موجود رجال أعمال ومستثمرين مدعوين مسبقا لتخصصهم في هذا الموضوع، الجزء العلمي اللي بيتقدم بصدده الابتكار. هي المعارض بتتعمل ليه؟ علشان رجال الأعمال أصحاب المصانع أصحاب الشركات يروحوا يبصوا والفكرة دي كويسة قوي، دي ناقصانة، دي ممكن تساعدني في الشركة بتاعتي، الفكرة دي هتوفر لي وقت في المصنع بتاعي، أقعد أتناقش مع الشاب الجميل صاحبها وأقول له أنا هاخد حصريا الفكرة بتاعتك ديت وأتفاوض معاك وأدي لك حقك، ولو عايز تشتغل مهندس معايا علشان تشرف على تنفيذ ابتكارك بنفسك. طيب أكيد سمعتوا عن العبارة النهرية الخزندارية اللي في مركز طهطة، النهاردة حصل كسر لبابها وباب المعدية اتكسر ونتج عنه سقوط عدد من الضحايا في نهر النيل، وتم استخراج عدد منهم عن طريق الأهالي. قوات الإنقاذ النهري دفعت بعدد من الفرق لمكان الحادث للبحث الوقائي عن أشخاص داخل نهر النيل يكونوا تعرضوا للغرق نتيجة السقوط في النهر بعد كسر الباب. الصحة كمان دفعت بالعربيات الإسعاف، 4 سيارات إسعاف في حادث معدية سوهاج، وقالت النهاردة أنه في مصاب واحد وما فيش وفيات. دكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف قال أنه تم الدفع ب4 سيارات تحسبا لأي ضحايا آخرين، وقال أن الأمور مستقرة لا يوجد أي مشكلات وتم إسعاف المصاب بشكل عاجل. أيضا الأهالي بناحية قرية الخزندارية زي ما قلت لحضراتكم دائرة مركز طهطا شمال سوهاج تمكنوا من انتشال 4 أشخاص على قيد الحياة عقب سقوطهم بنهر النيل في نفس الواقع. قوات الإنقاذ النهري بتكثف جهودها للبحث عن ناجين أو ضحايا بعد حدوث تضارب، في أقوال شهود العيان بأن عدد من سقطوا في النيل أكتر من كده. كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة استعدادها للدرجة القصوى بعد وقوع الحادث وكثفت جهودها للوقوف على حقيقة عدد من سقطوا في نهر النيل. طبعا يبدو الخبر خبرا عاديا، لكن احنا كل ما تحصل لنا مصيبة في مركب أو معدية أو أتوبيس نهري نقوم الأرض وما نقعدهاش عن التراخيص والسلامة المدنية والتذاكر والاهتمام والبتاع. احنا لو كان عندنا حتى تذاكر كنا عرفنا العدد اللي بيعدي كام ووقع منهم كام واحد، ده ابسط حاجة يعني. لكن الحكاية طبعا يومين وتنزل تهبط وترجع كل حاجة زي ما كانت، وبعد كده لما يحصل حاجة كبيرة، دي ما تعتبرش كبيرة، لما تحصل حاجة كبيرة نزيط بقى كلنا ونرجع تاني نتكلم عن ترخيص السلامة المدنية وعن عدم إعطاء الترخيص للمخالف وعن شوية تفتيش كده يومين ثلاثة وخلاص. طيب خلينا نتكلم شوية عن وزارة السياحة. زي ما قلت لحضراتكم في البداية انه دكتور رانيا مشاط وزير السياحة المصرية
موجودة دلوقتي في بورصة برلين للسياحة، وصرحت أن أعداد السائحين لمصر بتتزايد بنسبة 40% خلال التسع شهور الأولى من عام 2018، في دفعة قوية جدا بعد ركود طال سنوات في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. الحقيقة ده تصريح مهم جدا، نسبة 40%. أضافت أيضا في تصريحات لشبكة بلومبرج الأمريكية النهاردة أنه لم نصل إلى تلك المستويات اللي شهدتها البلاد في 2010، لكننا نتوقع أن نقترب منها بحلول نهاية 18. يا رب يا دكتورة رانيا، يعني نرجع تاني ل 14 مليون سايح، ده نتمنى ونزيد. إحنا مصر تستحق 100 مليون سايح مش 14 مليون. هناك جهات في العالم لا تمتلك عشر ما لدينا وبيجي لها 100 مليون سائح. فاضل بقى شوية حاجات، يعني هقول لكم حاجة، أنا كنت امبارح وأول بزور مكان من أجمل ما يكون، كنت في ضيافة مطرانية بني مزار، وأخدوني بعض المحبين رحلة لمدينة أنصنة الأثرية، يعني شيء جميل وانت بتتفرج على الأطلال بتاعة الأديرة وبتتفرج على الإنجازات كمان، لأن الدير ده تابع أو منطقة تابعة لأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، عمل دير للراهبات، واخد منطقة أرض كبيرة جدا وزرعها. تسمع حكايات عن معجزات مقدسة بسبب وجود آلاف الشهداء، شهداء أنصنة بيرقدوا تحت هذا المكان. هذا المكان اللي استخرج منه جسد الشهيد العظيم أريانوس اللي كان والي أنصنة وورى المسيحيين الويل وقتل وعذب ودبح ملايين، ربما يعني مئات الألوف ولا حاجة، وبعد كده استشهد بسبب اتنين شهداء كانوا فنانين وجابهم وعذبهم وقطع رقبتهم الشهيد فليمون الزمار والشهيد أبلانيوس، ووجدت معاهم آلات اللي كانوا بيعزفوا بيها، ووجد الجسامين بتاعتهم. يعني عايز أقول إحنا عندنا إمكانيات لا نهائية في السياحة، مش بس السياحة الأثرية اللي بيسموها السياحة الثقافية، لكن عندنا كمان السياحة الشاطئية، وعندنا السياحة الصحية، وعندنا حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نستغلها. بكمل مع حضراتكم تصريحات دكتور رانيا مشاط وزير السياحة المصرية، وقالت أنه الانتعاش اللي بيشهده قطاع السياحة في مصر ده انتعاش جاد، وقالت نحاول أن نضع الصناعة على قاعدة تنافسية بالمقارنة مع نظرائنا. طبعا تتحدث عن صناعة السياحة، لأن السياحة أصبحت صناعة دلوقتي. كشفت أيضا أن الحكومة تخطط للإعلان عن صندوق أسهم خاص جديد لتطوير الفنادق، بالإضافة لفرص استثمارية جديدة في جزر البحر الأحمر. والسياحة تعتبر عاملا حاسما في اقتصاد مصر، حيث تمثل 20% من الناتج الإجمالي. إن شاء الله تمثل أكتر من كده بإذن الله، وتمثل خليها تفضل تمثل 20% عشان الناتج الإجمالي كل ما يكبر هي كمان تكبر معه. أيضا التقت وزير السياحة المصرية دكتور رانيا المشاط أعضاء مجلس العموم البريطاني وكبريات الشركات السياحية العالمية. أيضا كان في بعض اللوردات مع أعضاء البرلمان البريطاني وعدد من السياسيين البريطانيين ورجال الأعمال في قطاع السياحة، رجال أعمال مصريين من قطاع السياحة، وعدد من أعضاء الجالية المصرية في بريطانيا، السفيرة نرمين الزواهري، الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة المصرية في لندن. جاء هذا في الليلة المصرية التي نظمتها وزارة السياحة على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة. شارك في حضور حفل هذه الليلة المصرية عدد من الشخصيات العامة، منهم شاري بلير قرينة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، لاعب كرة القدم العالمي ماثيو فلاميني السابق لفريق أرسنال وميلان، أنيتا مندرالتا المستشار السياحي لشبكة CNN الإخبارية، جريمي جونسي الذي يعتبر واحد من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السفر ومؤسس شركة Beautiful Destinations، وأيضا حضر ممثلي وسائل الإعلام والصحافة البريطانية. وألقت دكتور رانيا مشاط وزير السياحة خلال الحفل كلمة
رحبت فيها بالحضور واستعرضت خلالها رؤية الوزارة للنهوض بهذا القطاع المهم في مصر، وأكدت أن الوزارة تحرص على التعاون المستمر مع القطاع الخاص وشركات السياحة العالمية. وخلال الحفل تم عرض فيلم ترويجي عن الأماكن السياحية في مصر. يعني الحقيقة يبدو، والله وأعلم وأتمنى يا رب أن يكون صحيح، أن احنا بدأنا ننتهج شكل علمي جديد في التسويق للسياحة المصرية. احنا شفنا قبل كده وزراء للسياحة عملوا في هذه البورصة أيضا، يعني عملوا فضايح، خدوا شوية رقصات وكأنه هو ده ما تسخر به مصر لتدعو السائحين يعني إلى مصر. لكن يبدو أنه في شيء مدروس، لما يبقى في صحفيين، لما يبقى في مهتمين بالسياحة، كبريات شركات رجال الأعمال السياحيين من مصر ومن بريطانيا عشان يتقابلوا ويتفقوا وهم قاعدين. النهاردة كان عندنا وفد من أذربيجان بيوصل مصر أعتقد لأول مرة من فترة طويلة، في حوالي 160 سائح طيارة وصلت شرم الشيخ. السياحة الألمانية شغالة، السياحة الروسية شغالة، السياحة الأوروبية شغالة يعني بمعدلات أقل شوية، لكن إن شاء الله الأمور تبقى كويسة. طيب، تزامنا مع جهود المبذولة للقضاء على الإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018 بشبه جزيرة سيناء، افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية الجوفة النموذجية والتي تعد نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء. تعالوا نشوف القوات المسلحة بتبني أماكن متحضرة عشان الناس تروح تعيش فيها، خصوصا الناس اللي هي تحركت من الشريط العازل اللي احتاجته القوات المسلحة علشان تكثف جهودها للحرب على الإرهاب. نشوف تقرير ونرجع مع حضرتكم. في النور الحقيقة تبان. افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية الجوفة النموذجية والتي تعد بمثابة نواة لتجمع حضري متكامل بوسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بافتتاح المرحلة الأولى من القرية والتي تضم 30 منزلا بدويا نموذجيا تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات. يتضمن المشروع إنشاء 100 منزل بدوي على مرحلتين، بواقع 30 منزلا كمرحلة أولى و70 منزلا بدويا كمرحلة ثانية، كل منزل بمساحة 200 متر مربع، كذلك الانتهاء من توسعة مضيفة الجدي لتكون بمساحة 250 مترا مربعا. وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين. واستعرض قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب جانبا من جهود القوات المسلحة نحو المضي قدما في مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء، بجانب مواجهة تحديات الإرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات، فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من هذه المشروعات التنموية والخدمية. حضر مراسم الافتتاح عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء. في النور الحقيقة تبان. كل خبر تنموي بيجي لي عن هذه المنطقة بيكون عزيز جدا على قلبي، لأن انتوا عارفين ان التنمية والعمران بيطردوا الخراب والإرهاب، فكل ما أسعدنا. النهاردة كنت بقول لابني نفسي يخترعوا لكم لعبة في البلاي ستيشن اللي انتوا يعني مشغوفين بيه ده، يخترعوا لكم لعبة تقوموا الناس من العذاب وترسموا بسمة على وشوشهم بدل ما اللعب كلها جايلكم من بره ضرب وموت وقتل وحاجات زي كده. يلا يمكن حد من المبتكرين المصريين من شبابنا ومن أولادنا يعمل لنا حاجة زي كده، وإحنا كلنا في المنطقة هنقبل عليها بشدة، علشان إحنا عايزين نبني وعايزين نعمر وعايزين نفرح وعايزين نريح. الإنسان بيعدي على الدولة يعيش له 60-70-80 سنة وساعات أقل، لما يعيشهم في فرح ويعيشهم في راحة ويعيشهم في سعادة، غير لما يعيشهم في نكد ويعيشهم في غم ويعيشهم في إنه ما يفضاش لإنه يخلص في شغله ولا يربي ولاده كويس ولا يفرح بيهم بسبب إنه مش لاقي وإيده ضيقة ومش عارف يكمل الشهر
والحاجة كلها عمالة تغلى، مش قادر ان هو يتنقل نقلة كويسة. الانسان الطبيعي لما يشتغل 10 سنين للإخلاص لابد انه يلاقي نقلة كويسة، وإلا بقى تبقى الحكاية صعبة. فيعني ده خبر كويس، ونتمنى ان المرحلة الثانية بال70 منزل اللي يتعملوا بسرعة، ونبقى كسبنا 100 عيلة بدوية منتمية للوطن انتماء أقوى عن طريق شعورها بأن الوطن قد انتمى إليها أولا. طيب، أعضاء الضبطية القضائية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أغلقوا مركزين للدروس الخصوصية. المراكز دي بتمارس نشاط تعليمي، مدرسة بتمنح الخدمة التعليمية لطلاب الثانوية العامة دون ترخيص، ودروس خصوصية في نفس الوقت. بعد ما شن أعضاء الضبطية حملة بدار السلام استهدفت مركزين للدروس، أكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت تشميع المركزين وصدور قرار بالغلق النهائي بعد وقعة النصب على أولياء الأمور وطلاب الثانوية والتجارة في الخدمة التعليمية المقدمة، حيث استقبل المركزين طلاب وقدموا الخدمة التعليمية بالاشتراك مع إحدى المدارس الخاصة لاعتماد الشهادة دون وجه حق ودون ترخيص. والمصادر المسؤولة بالوزارة قالت لجنة من أعضاء الضبطية القضائية توجهت ظهر أمس لمقر المركزين دار السلام وشمعت الأماكن وأغلقتها وحررت محاضر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المكان. إحنا لدينا مئات من المراكز اللي بتدي دروس خصوصية، لو كنتوا جادين الخبر يبقى في كل خبر 20 ما يبقاش 2 إذا كنتم جادين. وسائل إعلام أمريكية أعلنت وجود إطلاق نار داخل ملهى ليلي بمدينة ساوزند أوكس بولاية كاليفورنيا ووقوع عدد من الإصابات. طبعا بنتضامن مع الأهالي المصابين ومع المصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل. وهنرجع تاني نتكلم، أنا لسه مش عارف ليه لسه الشرطة الأمريكية ما طلعت لناش أخبار عن مطلق النار على معبد شجرة الحياة اليهودي. عايزين نعرف هو مين، وعايزين نعرف هو بينتمي لإيه وبيفكر إزاي. مش عايزين نرجع تاني لنغمة أصل ده مالها ليلي، أصل ده يمارس فيه الكفر، أصل ده ملكش دعوة، سيب الناس في حالها، سيب عيش وخلي الناس تعيش. الشرطة الأمريكية أعلنت مقتل مطلق النار على رواد الملهى الليلي في ولاية كاليفورنيا، وهو كان مسلح، والملهى اسمه بوردر لاين بار في ساوذن أوكس بولاية كاليفورنيا، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص. تقارير الأولية أفادت أنه 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، منهم ضابط شرطة وحارس الملهى، بعد أن اقتحم مطلق النار المكان بمسدس نص أوتوماتيكي وقنابل دخان الساعة 11:30 مساء. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوري 166-18 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15-1-17 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا. وأصدر قرار أيضا 167-18 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، والتي وقعت أيضا بتاريخ 15 يناير 17. طبعا تبادل المجرمين دي مسألة مهمة جدا، لأنه الإرهابيين بيبحثوا عن الدول التي ليس بينها وبيننا اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين عشان يهربوا إليه، زي قطر وزي تركيا وزي البلاد اللي هي برضو في جزء منها في بلاد الاتحاد السوفيتي القديم. طيب، عندي خبر عن البيئة. التقى الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بميهاو وبيندا سفير بولندا في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. دعت خلال الاجتماع لدعم المبادرة المصرية العالمية لتشجيع استخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة للطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، تدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي الذي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 14 للتنوع البيولوجي المزمع عقده في نوفمبر الحالي بشرم الشيخ. نجحت مصر في الحصول على دعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ووزراء البيئة العرب
ومرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ الأخضر وعدد من دول العالم لهذه المبادرة. أكدت الوزيرة دعم مصر مفاوضات الأطراف الرابع مفاوضات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ والذي سيعقد في بولندا ديسمبر المقبل. أكد السفير البولندي دعمه لمصر في استضافة هذا المؤتمر في مصر وتطلع الجنوبين خلال اللقاء لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك. الزراعة بتعلن فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات المصرية. دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن نجاح وحدة فتح الأسواق بالإدارة المركزية للحجر الزراعي عن فتح السوق الياباني أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية بناء على المفاوضات والدراسات الفنية اللي تمت مع الجانب الياباني والتواصل الفني بشأن اشتراطات تصدير عدد من محاصيل الخضر والفاكهة المصرية لليابان. فقد تم فتح السوق الياباني للعديد من المنتجات الزراعية المصرية والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية من الجانب الياباني، علما بأن المنتجات الزراعية التي عملت الوحدة على نفذها تضمنت محاصيل الخضر بطاطس، بصل أخضر، خيار، توم، كوسة، بسلة، خرشوف، فاصوليا، سباراجوس، سمسم، بامية، من محاصيل الفاكهة بلح، شمام، بطيخ. قبل بس ما سيب المنتجات ديت، هل احنا تأكدنا انها موجودة في الأسواق المصرية بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، ولا التصدير أولوية؟ عايزين نعرف لو انتوا هتبيعونا علشان التجار الجشعين فهتبيعونا وتخلوا الأسواق تفضى والبطاطس توصل اللي وصلت له وحزمة الجرجير تبقى بجنيه والكيلو الفول يبقى ب23 جنيه، لو هتبيعونا في مقابل ان التصدير له اجراءات واضحة فالدولة هتستفيد منه اكتر قولوا لنا، نبقى عارفين الشعب ده المفروض ياكل ايه. بس يعني ده السؤال اللي الناس بتسأله في الشارع، رغم ان انا سعيد بالتصدير، انا ما بقولش لا. من ناحيته قال دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، هناك عدد من المنتجات الزراعيه يمكن تصديرها لليابان بشروط ومتطلبات صحه نباتيه خاصه. سوف يقوم الحجر الزراعي بالتوافق مع هذه الشروط والاشراف على تطبيقها. المنتجات المشروطه دي هتتضمن تقاوي البطاطس والفجل والبنجر والجزر. وأضاف أن وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعي تبذل قصارى جهدها لتذليل عقبات أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري وزيادة الاحتياطي النقدي. طيب خلوني أقول لحضراتكم أن واحد من أكبر الباحثين الاقتصاديين والمستشارين الاقتصاديين للبنك الدولي النهاردة أعلن أن مصر لديها قدرة كبيرة على زيادة معدلات الدخل القومي في السنوات القادمة شريطة أن تستمر في الإصلاحات النقدية والإصلاحات المالية اللي بدأتها. ده كده يعني خبر في جملة، لكن آخر خبر معايا آخر خبر معايا عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، اللي أعلن أن مصر هتخفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقا للجدول المتفق عليه ثنائيا في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي عفوا. وقال سوركوش اليوم أن الإعلان الرسمي في هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع للجنة الشراكة الأوروبية المصري. هل السيارات هترخص؟ هل مش هيطلع لنا تجار السيارات اللي بيستوردوا ياخدوا هم فرق الجمرك اللي هم كانوا بيدفعوه وأصبحوا ما بيدفعوهوش ويدوروا لنا على أي رسوم وأي هكس يعني علشان تفضل أسعار زي ما هي؟ هل الدولة هيجي عليها يوم وتوقف نزيف السيارات اللي عمال يمشي على الأسفلت ده بدون منطق؟ الدولة عملت جزء من اللي عليها ورفعت الترخيص والحاجات دي، لكن كمان العربيات القديمة اللي موجودة في الشارع لازم نشوف لها حل. خلونا نختم مع حضراتكم هذه الفقرة، وبعد فاصل قصير نتحدث مع حضراتكم مع أول ضيوفنا في النور لهذا اليوم. خليكم معنا.